السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضلت الشيخ. اتفضل. بقول لحضرتك بالنسبة للصلاة الرباعية، أثناء قراءة الإمام الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، أوقات بيسرى الإمام والمأمومين لسه ما خلصوش قراءة الفاتحة، ماذا يفعلوا في هذه في هذا الموقف؟ يعني يستكمل قراءة الفاتحة؟ إن كانوا من النوع العادي من الناس المتوسطين يخففوا ويكملوها، إذا كانوا من الوسوسين ويجلس يقول الحمد لله رب العالمين يلقى معه. تمام، مع السلامة.